السلام عليكم، معكم نورة من قناتي ديديستو نورة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو ديال اليوم هو طبق دجاج بنكهة مختلفة وطريقة مختلفة. نتمنى تتابعوا معي الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. وغادي نبداو على بركة الله كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبة للمقادير عندي الدجاج كيبقى على حسب عدد الافراد اللي عندكم. عندي هنا 3 دروز ديال التومة، شوية القزبر معدنوس، عندي مجموعة من الأعشاب، شوية ديال الفلفل الأسود، الخل البلزاميك كمكون الرئيسي، عندي لاموطاغ غادي ناخد واحد المعلقة أو الخردل، زيت الزيتون، عندي هنا مرق ديال الدجاج، وعندي شوية ديال الملحة. غادي ناخد واحد المقيلة غنديروها تسخن، غنزيد فيها زيت الزيتون، من بعد غادي ناخذ هذاك الدجاج ديالي غادي نديرو في المقلة حتى يسخن ليا داك الزيت، غادي نحمرو واحد شوية، كيف ما كتشوفوا معايا غنزيد رشيشة ديال الملح كتبقى على حسب الذوق، شوية ديال الفلفل الأسود أو الإبزار، غادي نخليو نزيدو عليه واحد شوية ديال الثومة. هنا درت 3 دروس ديال الثومة على حسب الكمية اللي عندي. كيف ما كتشوفوا غير غادي تحمر ليا واحد شويه، غادي نقلب الجهه الاخرى ونفس الطريقه. غير اللي ياخذ ليا داك اللون حقاش غادي نعاود نطيبو مازال. من بعد غادي نزيد هذوك الاعشاب، هنا كاين فيه الزعتر الزير وزعتره، كندير واحد تقريبا معلقه كبيره على حسب الكميه اللي عندي، الا كان عندكم كثر غادي ديروا الدوبل ديال المقادير. من بعد غادي نزيد هذاك مرق الدجاج اللي مصوبه انا غير في الدار، تقدروا نتوما اللي ما عندوش ولا ما متوفرش عنده في الدار يشري هذوك المكعبات ديال مرق الدجاج. كنزيد تقريبا هنا غير كاس صغير، كاس ديال العنبه، غادي طبخ ليا واحد شويه، غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال لاموطارد او الخردل، كتجي فيه واحد النكهات مختلفة وزوينة، كيجي لذيذ كيعطي واحد المذاق جد رائع بدوك النكهات. والعسل اكيد نسيت ما وريتوش لكم في المقادير في الاول، كنزيد واحد المعلقة كبيرة ديال العسل. وكنخلط دوك العناصر مع بعضياتها ونخليهم. من بعد غادي نزيد المكون الرئيسي وهو الخل بلزاميك، غادي نزيد هنا تقريبا درت 3 ديال المعالق كبار، هاد الخليط ديال النكهات كيجي جد رائع وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف. غادي نغطيها واحد 20 دقيقة وغادي نخليها حتى غادي يطيب ليا مزيان داك الدجاج وغادي يتحمر كيف ما شفتوا معايا. المكونات جانست مع بعضياتها وغادي نحطو دابا في طبق التقديم. كيف ما كتشوفوا هيا لاصوص اخترت ليا والدجاج حمر ليا كيف ما بغيت. بالنسبه للتقديم انا حطيته مع الروز، تقدروا نتوما تحطوه مع اي حاجه بغيتو ولا غير هو بوحدو مع الخضره، انا كنفضل نديرو مع الروز، انا من عشاق الروز. طبق ساهل وما كياخدش الوقت بزاف وكيجي منسم بزاف بزاف ولذيذ بدوك النكهات اللي فيه. نتمنى تجربوه وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. كيف ما كتشوفوا دابا اللي بقى ليا في لاصوص كنزيدها في داك الروز باش ما كيجينيش ناشف.
هذا طبق ايطالي كيجي رائع بزاف بزاف. ومن بعد كنزيد ديك الرشيشه ديال القزبر والمعدنوس، كتبقى اضافه. كيف ما شفتوا ها هو الطبق ديالي واجد، سهل وسريع في التحضير، ما كياخذش الوقت بزاف. اتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي دخل عندي اول مره وما مشاركش في القناه وعجبو الاطباق ديالي يشارك معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.